سعيد سيد الوزير سيد وزير الدولة السيدات والسادة الحضور الكرام في البداية أريد أن أنوه بهذه المبادرة التي جاءت بشكل قوي في مناسبة قوية كذلك لا وهي مناسبة انطلاق هذه الخطة التي من أعطيتنا الفرصة لمناقشة بها مع السيد وزير الشؤون المكلف بحقوق الإنسان خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. فتوقف عند مفارقة خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان مشهورة ومليئة فيها ما غادي أنا كنحرك قلت مفارقة تتجلى خطة استثناء هذه لا من ناحية المنهجية ولا من ناحية الاندماج في الرؤية منظومة حقوق الإنسان انطلاقا من مؤتمر فيينا 93 غير منسجمة وغير مما نتحدث عنه خطة في إطار منظومة حقوق الإنسان وهنا يمكن الحديث عن استثناء لأن الاستثناء يندرج داخل الخطة باعتبار هذه الخطة وردت لمواكبة تطور حقوق الإنسان لإنهاء تقارب أو اندماج المنظومة الوطنية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. هذه المفارقة أنا كنت حاولت نبينها سميتو بكون بشكل واضح ولكن مع السابق التكنولوجيا ديالنا مازالت ضعيفة. هذه ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية يعني مسار الذي وردت فيه هذه الخطة وأنا هذا الذي يهمني أنا لأنه دراستي لهذه الخطة انطلقت من هذا المسار بالذات. لا يمكن إزالة هذه الخطة من مرحلة انتقال ديمقراطي للبيئات. هذا الانتقال الديمقراطي الذي بدأ منذ 1989 بمظاهره الأولى ثم تطور فأنتج بعد 25 أو 30 سنة ما نحن الآن الذي يمكن أن نسمي بلورة منظومة الحقوقية في البيئات. داخل الانتقال الديمقراطي واكبه انتقال مجتمعي. هذا الانتقال المجتمعي لم تستحضره الخطة بشكل واضح وبشكل جوهري في تصوراتها. المجتمع حي يتحرك ويتغير باستمرار ويحاور ويناضل ويقاوم كذلك. وبالتالي فالانتقال الديمقراطي ليس سياسيا وحده بل هو سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بالدرجة الأولى. في وضع أعلن بشكل رسمي على فشل نموذج التنموي اللي عرفوا البلاد منذ زمان، هذا النموذج الرأسمالي الذي كاد أن يغلق أبوابه في عدد من الدول بإعلان الفشل. تزايد الفقر وتزايد يقابله تزايد غناء الأقليات، تعقيد مسائل التحول المجتمعي والتناقضات والاندحارات والعنف والفقر والتهميش مقابل جزر للراحة وجزر للغناء وما يسمى بالجنات جنات في الدنيا. هذا وضع عالمي غير مستقيم. هناك فشل. المغرب تنبه إلى هذا في وضع لم يتقدم بعد وهذا من إيجابية المغرب أنه أمام تضارب داخل هذا النظام هذا النموذج سياسة قطاعية تناقض السياسات الاجتماعية للدولة والحكومة
سياسات قطاعية فيما بينها غير منسجمة تتحول من مرحلة من فترة إلى أخرى. فهذا الوضع الذي أدى إلى التوقف لمجال لآلة التنمية، فهناك حاجة إذن إلى مواكبة هذا الانتقال المجتمعي، ويحتاج إلى مثل هذه الآليات. هنا لابد أن نحيي السيد الوزير لأنه تنبه إلى هذا فضغط بشكل قوي باش تخرج الآلة، لأنه ممكن نقد المسار. فهاد الإطار دونك اللي يجب أن ننتبه إليه كي صادف، هذا مهم جدا، خروج تقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نفس الشهر في جانفي 2017 حول رأس مال لا مال، الذي تحدى كل معطيات المتداولة إلى اليوم، فأعلن على أن حتى طريقة حساب من طريقة حساب النمو الداخلي الخام مغلوطة، وأن هناك تهميش وإلغاء ما يزيد بحيث رأس المال أو البي بي من 9000 مليار درهم إلى 14000 مليار درهم بالحقيقة. أين تشتتت هذه الثروة؟ أين ذهبت؟ كيف توزع إلى آخره؟ فهذه الوثيقة جاءت مصادفة مع هذه الوثيقة الأخرى التي احنا بصدد تدارسها. لا بد أن ننتبه إلى أنها يجب أن تكون وثيقتين معا، لأنها ستساهم بالفعل في الدفع بعجلة التنمية في هذه البلاد. هذا المنطلق اللي خديته عند قراءتي لهذه الوثيقة. لا جعلني وثير قضية الاستثناءات من جهة، كنت أقف كذلك عند الصياغات المختلفة منذ سنة 2008 ونحن في صياغات مختلفة، صياغة 2011، صياغة 2014، صياغة 2017. وذا كذلك أحييك لأنك كنت بالفعل شجاعا لما دفعتي بهذا الشيء واختيار الصياغة، اللي هي في آخر المطاف ماذا تعني هذه الصياغة؟ تدبير عقليات شبه جبول لي فهاد سميتو بغي يحط عليها الاداره ديالو كله خاص، يعني خلافات بين المكونات ديال الحكومه لا اقل ولا اكثر، تخص جعل السوق فن، وهذا الذي يبرر او يشفع انها نخرجوها بعدا ونخرجوا مع هذه الاستثناءات اللي احنا مختلفين بها، ولكن راه كاين اشياء اخرى اللي ما وردش لها نهائيا، بما فيها الاعدام، بما فيها حقوق النساء في الامومه، بما فيها واحد عدد الامور، حقوق اخرى. ثم هناك اشكاليات المنظور الفهم المفاهيم، سي احمد ذكر على المرجعيه وعنده الحق، هناك لم تصاب بعض المرجعيات الحقيقيه لحقوق الانسان. فاذا في هذه اهم القضايا الخلافيه اللي هي محدده في خمسه، وانا اقول ان هناك ما يزيد عن 15 في الوضع الراهن ولا 20، وستاتي اشياء اخرى، لان حقوق الانسان حق الانسان وليس حق المجتمع. فالإنسان يتطور داخل المجتمع وينتج حقوق، لا في المنظومة العامة لحقوق الإنسان لا يمكن أن تكون كفيلة ووصية تقول هذا حق ماشي حق إلى آخره. مبدأ الحرية والمؤسسات هي اللي جعله ينمي قدراته وحقوقه داخل المجتمع، وبالتالي المخطط يجب أن تفسح هذا المجال لتأطير الحوار السلمي داخل المجتمع. فهناك الخطة تحمل عدد كبير من الايجابيات، كل شيء لابد ان نساند هذه الخطه ونعمل على تنفيذها وندافع عنها، لانها مكسب نضال مرير عبر سنين، ولكن يجب ان نطورها، يجب ان نصححها، يجب ان تكون اداه مرجعيه ليس فقط في التشريع، في ممارسات والسلوكات وفي مواجهه كل من يحاول ان يغلب عليها سلوكاته الشخصيه او الذاتيه. فالمبادئ جات هي هذه: احترام وضمان حقوق الإنسان، مساواة وعدم التمييز، شمولية حقوق الإنسان، سيادة القانون، سمو المعالي الدولية إلى آخره، كل جات في الدستور إيجابية مهمة. الأهداف كذلك من إيجابيات، أهداف واضحة ولا بد هي التي تجعل على أننا لا بد أن ننتبه إلى هذه الأهداف، ولكن علينا أن نعمل من أجل تصريف هذه الأهداف
في اتجاه المقاصد المندمجة في منظومة حقوق الإنسان، وليست مقاصد أخرى التي تحجمها أو تؤثر عليها. أتوقف عند أهم هذه الأهداف. تعزيز المكتسبات وتطويرها لترسيخ شروط القطع النهائي مع الممارسات التي سادت في الماضي وما زالت هذه الممارسات. هذه من الأهداف لهذه الخطة. ولكن يبقى علينا أن نضع مصادر وإجراءات، مصادر وإجراءات الواردة فيها والتدابير هي ذات مفهوم أو دلالة ليست حصرية ولكنها فقط مؤشرات. يبقى علينا كفاعلين ابتكار الوسائل لترجمة هذه الأحداث. كذلك من أهداف القوية تحقيق مزيد من المكتسبات في مجال احترام حقوق الإنسان، بمعنى أن الخطة تقر بأنها ليست مغلقة ولكنها نحن في مشروع مجتمعي يتطور لإنتاج حقوق جديدة للإنسان. الهدف الثالث، يعني أنا كان استخلص أهداف من خلال ما قيل خلال جوهر الخطة، مواصلة المصادقة على الانضمام إلى المعاهدات الدولية والملائمة بالتشريعات. هناك عديد من البروتوكولات والصكوك الدولية لم نصادق المغرب المصادقة عليها، إما باسم التحفظات، إما باسم أن الشيخ أمر لا يعني، إما باسم ما إلى آخره. نحن جزء فاعل في المجتمع الدولي يتسم بالكونية وينتج قيم نتقاسمها جميعا. لا بد أن نسرع مسار المصادقة. طبعا ما هو غير لائق لنا ويتناقض مع مصالحنا الوطنية ومصالحنا السيادية، هناك طرق وآليات لمعالجتها. الهدف الرابع إدماج مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة النوع في السياسات الحكومية. هذا لا يكفي أن كثيرا ما نسمع عن مقاربة النوع، لكن ما نرى الواقع شيء آخر. هناك في المؤسسات، في الإدارات، في جهاز الدولة، في الوزارات، الناس لا يعرفون ما معنى مقاربة النوع. عندهم عقلية وثقافة بأن موقع المرأة عنده لا يتحرك. فإذا وجود هذا الهدف مسألة إيجابية، ولكن لا بد من تدعيمه، لأنه لاحظت إعلان بيجين ما هو موجود في المنتشرش النهائي في المنطقات، فلا بد من اتباع هذا. ثم بعد هذا الهدف هناك إيجابيات. إيجابيات المغرب الخارج ثم صار بينا، ولكن اتفاقية لم تكون صادقة في نقل أفكار فيينا إلى المخطط، ولكن هذا مسار، بداية المسار، لأنه هناك تراكم كثير لا بد من إحاطة به، ومع ذلك يبقى انخراطنا فيينا شيء أساسي. المغرب بفضل هذا حرز في درجة تقدمات متقدمة 39 في درجة عالمية، يعني البلد البحر الأبيض المتوسط رقم واحد، البلاد 10 قريبة إلى آخره. تعزيز مكانة المغرب المتميزة في مجال حقوق الإنسان، خصوصا بعد حصول المغرب على عضوية مجلس حقوق الإنسان. هذا ليس في المقياس، ولكن المغرب يجب أن يبقى مدافع عن مكانته ليطور حقوق الإنسان ويخرجه من آلة عليها كذلك مآخذ قبضها السعودية عضو في المجلس هذا. فلذلك يعني فعالية الدول التي تشتغل حقيقة في مجال حقوق الإنسان عليها أن تحسن الآليات والمؤسسات التي تجعلها تتفاعل مع الآخرين. استعداد الأمثل لعدد من الاستحقاقات القادمة أمام النظام الدولي، وهذا شيء كذلك فيه تطور كبير خصوصا على مستوى التقارير ديال التقرير آلية تقرير الاستعراض الدولي الشامل. استعراض في تقدم اليوم وصلنا إلى البيو 240 من هذا، كذلك فلكم شرح هذا المبلغ في الشهور الماضية. توصية من خلال واحد العدد كثير إلى آخره مهم جدا. فتعزيز اختيار الوطني في مجال حقوق الإنسان وإتاحة إمكانيات أفضل للعمل بطريقة استراتيجية بأهداف وأولويات مضبوطة، هذا كذلك من الإيجابيات التي خططتها هذه البلد. هذه الخطط، هذه
هذه الخطة مزيادة. ها هي جات، ها هي فدمة، ها هي تكون بالفعل أرضية، هناك من سماها منصة ومدونة مؤطرة للعمل الحكومي ولعمل المؤسسات الوطنية، صحيح. ولكن أرجع دائما إلى السؤال، وما بعد؟ وما بعد؟ بمعنى آخر، وأتمنى تمنياتي ديالي السيد الوزير أن تكون هذه الخطة فاصلا بين سياسة صباغة الواجهات والسياسة العمل مع الخارج والسياسة الدعاية إلى الرجوع إلى الذات، الذات المغربية، الذات المجتمعية بمعنى آخر، بل هو اشتغال على الذات أساسيا هي والهدف الحقيقي لهذه الوسيلة أو هذه الآلية، وهو مسار طويل ينبغي أن يرافقه ويصاحبه الالتزام الفعلي والصريح بالحقوق الإنسان وترجمتها على مستوى الممارسات الميدانية، وخصوصا لدى المعنيين المباشرين بتنفيذ القانون بما فيهم الأمن، القضاء، الإدارة وغيرهم، الإعلانات خير يعني الجزئية اللي تقصد خروج تفرع من هذا كذا، ما دام ما كاينش الإعلانات ما غاديش، أخاف أن تكون ورقة كالأوراق الأخرى، ولكن هذه لن تكون كذلك، لأنه سيتملكها المجتمع، ومسألة التملك وحق حقوق الإنسان كذلك ما زلنا مع الأسف لم نستعمله أو نلغيه أو ننكره على الأطفال والنساء وحتى على الجماعات المحلية والجهات اليوم حرمت من تملك النساء. فوثيقة هذه الوثيقة هذه رغم أهميتها وإيجابيتها وكونها جات واحد الوقت الملائم لها من ملاحظات، انا ما نقومش العيوب ولكن عندي ملاحظات وما نقومش تنمى اخير لان في الواقع فتحت مجال للحوار. من اكبر من مهم في مقدمه هذه الملاحظات على ان الخطه يتبين من مسار اعداد هذه الخطه وتحينها كما قلت سابقا ان هناك تردد بين القوى الفاعلة وخصوصا الأحزاب السياسية. وهناك سنقفوا إخوان أخوات. سيد الوزير، لا بد أن تكون للأحزاب السياسية موقف واضح في برنامجها. اليوم في المغرب أربعة أعلنت على موقف واضح في قضايا حقوق الإنسان، خصوصا في الإعدام وقضية النساء إلى آخره. والباقي تمارس التقية أو الانتهاز السياسي. ما دام لم نقرا في برامج مش نعرفوا شكون هما اطراف الحوار داخل هذا المجتمع، ماشي هنا يهضر بلغه وهنا يهضر لغه اخرى ولهيه لغه ثالثه واللغه السادسه الى اخره، هذا من غير قابل، هذا يرجعوا الى وضع الاحزاب السياسيه ديالنا. كذلك تبقى كذلك من الاشياء اللي انا قلت لابد ان نخرج منها والاستثناءات اشكاليه المرجعيه. إشكالية المرجعية حددها الدستور وقال بأنه يدخل في إطار حقوق كونية غير قابلة للتجزئة. فالكونية إذن يجب أن لا تكون عائقا في الاندماج المجتمع في تقدم الحوار داخل المجتمع، لأن الخصوصية ما هي إلا مسار وليست حقا. الحق هو الأكبر والعام والمسار يختلف، هنا نجد الخصوصية. الكونية يجب أن تكون موضوعا موضوع تساؤل، لا يجب أن تكون موضوع تساؤل بما يؤدي إلى تقييد قيم التسامح وتقزيمها أو الخلط فيها. الخصوصية تعني في بعض الأحيان تغطية على المنكر، ترسيخ التقاليد الذي يجب أن تغير وأن تزال. هذه مسؤولية النخب خصوصا الثقافية والسياسية. فالرسالة لا يتعلق الأمر بأسباب إثنية واعتمادا على قراءات تحريفية للتعاليم للديانات السماوية السمحة، ولكن وضع مبررات تحت يافطة
الخصوصية أو تحت يافطة الوطنية، فإن ذلك لن يؤدي في آخر المطاف إلى تعميق إشكالية حقوق الإنسان، وبالتالي إلحاق يعني إقرار ترسيخ أوضاع تقليدية خاطئة وتراكمها وما يترتب عن ذلك من نبذ ورفض للآخر وانعكاسات ومقاومة التجانس أو الانسجام المجتمعي. في هذا المنطق نقول بأنه لا يمكن أن يكون موضوع كونية حقوق الإنسان موضوع التساؤل، خصوصا وأن الدستور نسعى لها بشكل واضح. فالكونية تعتبر نموذجا للانخراط المتدرج، تلقى شويش هذا الشيء في هذه الخطة، ولكن ما تشجعتش، تبقيت راسي بشكل قوي في هذا المجال. وعلى مراحل عبر تملك فردي وجماعي لمجموعة في غير مقابلة للتقييد، حيث تجد التقاليد الوطنية والثقافية بشكل طبيعي مكانتها المرتاحة داخل الكونية الناشئة داخل الكونية المتقدمة. فليس بالظهر ولا تجانبها، بل هي تعززها لأنها تغنيها وتعطاها في مقدمة إمكانية التملك من أجل التغيير. وهنا يظهر ما قلته سابقا، قضية أن الكونية هو شيء مشترك بين البشر، لا يتملكه أحد على الآخر في الوقت الذي تعتبر الخصوصية مسارا داخل هذه الكونية. لذلك فإن هذه الخطة عليها أن تبذل مزيدا من الجهود، وهذا غالبا غادي يجي في الترويج لها، من أجل التحرر من عقدة الخصوصية العمياء وقبول الانفتاح، من أجل تمكين المجتمع من التحرر والتغلب على الذاتية الضيقة، خصوصا لما يكون المجتمع في تفاعل مستمر ويعيش مرحلة انتقال مجتمعي باعتباره جزءا جوهريا في الانتقال الديمقراطي. ما نشاهده اليوم من احتجاجات ومن مقاومات ومن حركة عميقة داخل المجتمع هو شيء إيجابي تحميه هذه الخطة، ولكن لا تحميه على مستويات أخرى. فلذلك من الإجراءات أو التدابير التي وردت في الخطة في هذا الموضوع خصوصا من ناحية الأمنية كانت قوية جدا، نتمنى أنه يكون حتى النص من أمننا ورسميتها. هذا النساء بجميع مكوناته كل هذا غير والد، ألا تعتبره الخطة جزء من منظومة حقوق الإنسان الوطنية؟ أو أننا لنا حقوق منظومة مستقلة عن حقوق المنظومة ونحن نصارف عن القانون الدولي في الإنساني في هذا المجال؟ لماذا إذن لم يتم حتى الإشارة إليها وتم التعامل مع ما حتى الاستثناءات بألفاظ ننتظر النضج؟ ما معنى النضج؟ أين دور النخب؟ لماذا؟ فلذلك تظن بأن الخطة يجب أن تفتح المجال خصوصا أمام الشباب باش يمكن لهم يقيسوا قدراتهم وأوضاعهم ومقارنتهم ومكانتهم بين البشر، وكيف يعني دور الشباب في الخطة كذلك لم يكن بارزا بشكل الكامل. تحديد المدة في 3 سنين 18-21 4 سنين هذا السندات 18-19-20-21 4 سنين أنا هادشي كيخلعني يا سيد الوزير، لأنه إلا حددت معناها ديالتي وغدينا ما كنتش أنا في الحكومة يجي واحد آخر يدير الخطة ديالو. نحن في مسار بعيد طويل نتملك في ذواتنا وفي حقوقنا من أجل أن نستمر في تأطير أنفسنا ومجتمعاتنا دولة المؤسسات القانونية هذه، إن القانون والد. فلذلك الخطة ليست برنامجا حكوميا ولا قطاعيا، بل هو وثيقة مرجعية تأطيرية نرجع إليها في توجهاتنا. نحن متفقون على هذا
ومنشورة في الجريدة الرسمية ولها قوة إلزامية بالنسبة لتصرفاتنا. نستحضر هذا حتى تزيد علينا شي واحد يعني في مكان موقعه الاجتماعي نجد أنفسنا أمام خطة تجعلنا معه في موقع المساواة في موقع التلاعب. لذلك تحديد الأمد بأمد الحكومة غير لا يجوز ليس من مصلحة هذه لا يعبر عن الأمال التي تحملها هذه الخطة. نعم سأغادي نختص غادي نختص. هناك استحضار الخطاب في عهد الرقمي أشارت إليها، ولكن في حالة في حماية معطيات الخصوص ذات الطابع الشخصي وحماية الحق إلى آخره تتبقى أن مزيد من الأعمال في، ولكن مفتوح الورش ديال الرقمي في هذا المجال. كذلك ملاحظة أخرى شرط لهذه الملاحظة بعمل ديجين بقرن السيد. ملاحظة السادسة موقع الخطة في كحاملة للأهداف التنموية المستدامة 17 في أفق 15-30. كذلك الخطة في حين أن أهداف التنموية من صميم حقوق الإنسان بل من أولوياتها لأنها تهم التوازن يعني طبقات الدنيا اللي ضاعت الحقوق تعليم الصحة السكن إلى آخره. فكان علينا حتى في التزامات ديال الدولة أخطأنا الموعد مع الأولويات السابقة مع الألفية السابقة اللي نتاع 2015 نحن نددنا إلى 2030 الخطة لم تشير إلى هذه المسألة. خطة ما كذلك تثبيت الديمقراطية وحقوق الإنسان بربطها بمتطلبات التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية الشمولية، بمعنى أن كيفما كان النموذج الاقتصادي الذي سيمكنه أن يقضيه المغرب وأن تكون له قاعدة مرجعية باش ما نمشيوش في تيه ديال قطاعات لا نعرف مصيرها ومساتيثها بدون محاسبات. وبالتالي أن يكون ما دام عندنا قوانين التأثير الامباكت الآن الزامية أن تكون للخطة قدرة إلزامية في صنع النموذج التنموي للبلاد بشكل قوي. فيبقى على المستوى التنظيمي أن هناك عدة توصيات أريد السيد الرئيس باش نختم بإضافة توصيات أخرى ربما ستكون تغني هذه الوثيقة. في مقدمتها تعزيز الخطة الوطنية لتقوم بدور مؤسس حاسم في بناء مجتمع يتميز بالاستدامة والاستقرار والازدهار والسلام. هذه لا بد من خلق التوصية للالتزام بها حتى لا يكون هناك تيح في السياسة العمومية. ضمان مشاركة الجماعات الترابية في تنفيذ خطة العمل الوطنية. هذه التوصية تهم الجماعات الترابية بالدرجة الأولى، أشير إلى الجماعات التدابير ولكن بشكل كذا لا، يجب أن تكون الخطة أداة لعمل التي تتخبأ في الجماعات المحلية جلبت جهة اليوم جهة دينا لعمل وهي كذا تدليل الوقت سلبت من خاصة صلاحية دينا. مسألة أخرى رفع من سوق الوعي بالحقوق والحريات لدى المواطنين لضمان انتقال نوعي من المنطق الخدماتي إلى منطق الحقوق. منطق الخدماتي هو السائد اليوم البلاد، هو الذي يؤدي الزبونية، هو الذي يؤدي الفساد، وهو الذي يضخ الأجواء وتخلق واحد النوع مش الإحباط اللي يجب تقريبه. تكون هذه أدوات لدى المواطن أن يخاطب، أن تكون أداة للحوار وفي التقييم وفي يعني الدفاع عن الحقوق ديال ماشي غير المؤسسات او المجتمع من افراد امام الادارات بالخصوص. على مستوى الحوار التشاركي يتعين العمل على تجاوز اوجه التناقض والتراجع الذي يمس واقع الممارسه الحقوقيه. هناك تعليمات، هناك فهم وتاويل خاطئ لمصلحه البلد، هناك مفاهيم غريبه في التطاول على حقوق الانسان وقلبها.
فنبذ خطة تنسى به إلى هذا لتضع آلة كذلك للحماية من أجل أن يكون هناك مسار حقيقي واضح لاستراتيجي تمشيا مع مبادئ فيينا دائما. طبعا هناك على مستوى الحوار التشاركي أوجدت أنا قلت بحيث هناك مستوى برلماني هذا موضوع آخر ما غاديش فعليه. أختم إلى أن هذه الخطة يجب أن تكون موازاة مع هذا التقرير. مع هذا أعتبر أن أحسن ما أنتجته المؤسسة المغربية من خلاصات في دراسة عميقة للبحث مصير التنموي في البلاد هو هذا التقرير الذي أنشر فيما يزيد على 500 تدبير وإجراء. أرجو من السادة العمداء، أرجو من مسؤولين عن الجامعة أن يبادروا إلى فتح فرصة لمناقشة هذا التقرير مع الخطة، كذلك مع الطلبة وفتح المجال للبحث العلمي واستخلاص ما يمكن استخلاصه وهو كثير وكثير جدا من الغنى. وأنا أقول لو اتفق الأحزاب السياسية في المغرب يأخذوا هذا التقرير كبرنامج أو نموذج للتنمية سيغنينا من هذا الفوضى، من هذا الخلاف، من هذا ضياع الوقت، ولا على الأقل مدة 10 سنوات سيحسن من أوضاع البلاد، لأنه هذا التقرير مشابه إلى التراث اللامادي الذي نقله والذي هو أكثره وسبب ضياع أرزاق وحقوق المغاربة. شكرا. إن شاء الله أن يساعدنا السيد الرئيس في تحقيق رغبة وأمل نزيعه في جعل يوم 13 يوم عطلة فيها ممكن